48 مليون دولار هي قيمة صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية خلال 5 أشهر من السنة الجارية. هذا ما أعلن عنه وزير التجارة سعيد جلاب خلال إشرافه على ثالث لقاء مع مصدري المنتوجات الفلاحية. نعطيكم لي شيفر تاع 2018 5 mois 2018 كومام لي 5 mois on est pratiquement à 48 مليون دولار. Si on compare avec l'année 2017 on était à 65 مليون دولار. Une année 65 مليون دولار. Maintenant 5 mois on est à 48 مليون دولار. Si on continue sur ce rythme, on donne la dynamique, peut-être on va aller vers 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Et ça sera un pic. Ça veut dire jamais on a atteint les 100 millions de dollars. بعد التوصيات التي قدمت في اللقاءين السابقين، تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تخفيف العراقيل التي يواجهها مصدر المنتوجات الفلاحية، منها تقديم دعم على شكل منحة. احنا غادي نخدموا بهذا الدعم للفلاحين إن شاء الله، بلوتو لي زيكسبورتاتور دي برودوي أغريكول، الدعم يكون أقصى. Donc on va aller peut-être vers entre 15 et 20%. هذا الدعم كذلك يكون للمصدرين للمواد الصناعية. هذا راه تكلم عليه الوزير الأول، تكلمنا باللي يكون اون فونكسيون دو تو دانتيغراسيون. بالنسبة لبعض المشاركين يبقى تأطير عمليات التصدير وتوفير كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال أحد الأولويات، خاصة وأنه شهدنا مؤخرا إرجاع بعض الدول لمنتجات فلاحية جزائرية لعدة أسباب. حدث هذا الشيء لأنه ما كانش فيه وعي على المستوى الوطني بأنه فيه كل ما يلجم من مؤسسات لتأطير هذا المجال، تأطير مجال التصدير نحو الخارج. في هذه المؤسسات الآن الهدف من هذه الملتقيات أنه هذه المؤسسات تظهر للعالم، الناس تعرف باللي هذه المؤسسات موجودة، وأكثر من ذلك أنه نوضع إطار وطني يسمح لنا باش هذه المؤسسات تساعد الناس اللي راها تنتج في المجال وتنشط في المجال باش يكون عندها كل المعلومات. بعض المتعاملين يرون كذلك أن التشجيع يجب أن يشمل الظروف اللوجستيكية لنقل بعض السلع ذات الخصوصية. بيان سور بعد كما الجريوات لاكورجات، لاكورجات تقعد 5 أيام، مورا 5 أيام تموت، دونك واش معناتها؟ معناتها كفاسمو تحكم منين تجبدها لازم تكون كفاسمو في المارشي تاع أوروبا في يومين أو 3 أيام ماكسيموم، فهمت؟ على خاطر كفاسمو بعدها يتفسد، وكي تفسد ولا تنقص لاكاليتي تاعها السمعة تاعها تنقص. وبين تفاعل الحكومة لتخفيف أعباء تصدير المنتوجات الفلاحية وإرادة المتعاملين، يبقى الهدف هو بلوغ أرقام أعلى في مجال التصدير.